معانا تقرير خلينا نتابعه مع حضراتكم عن افتتاح دكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار لمصنع للمستنسخات الاثريه في مدينه العبور. المصنع ده بيعتبر الاول من نوعه في مصر والشرق الاوسط، وتم انشاؤه بالتعاون مع شركه كنوز مصر للنماذج الاثريه. نتابع. فكر جديد وابتكر بيد أبناء مصر للترويج لحضارتنا من خلال إنشاء وحدة استنساخ للآثار المصرية موثقة من المجلس الأعلى للآثار لتحاكي الآثار المصرية الأصلية. وهنا من المنطقة الصناعية بالعبور افتتح دكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار مصنع كنوز لاستنساخ قطع أثرية نسخة تبقى الأصل من الأصلية بكل نقوشها وزخارفها. النهاردة احنا بنفتتح شركة اسمها شركة كنوز، ودي شركة تابعة للمجلس الأعلى للآثار. ده مشروع شغالين عليه بقى من 2019. حضرتك السياح لما بيجوا مصر أو المصريين وهم مسافرين بره بيشتروا حرف تقليدية مصرية منتجة في دول أخرى بيشتروها من مصر. يعني تنزلي خان الخليلي او تنزلي الاسواق في الاقصر واسوان بتلاقي ان كتير من الحاجه مش مصنوعه في مصر. فاحنا هدفنا النهارده ان احنا كل واحد سايح او واحد مصري مسافر يشتري مستنسخ اثري مصري. فعملنا المصنع النهارده على مساحه اكتر من 10,000 متر مربع بتكلفه اكتر من 100 مليون جنيه. بيشتغل فيه 150 فنان وفنانه من معظمهم من ابناء المجلس الاعلى للاثار. عندنا المصنع انتاج كل العماله هنا الحمد لله عمالة مصرية متدربة. تشجيعا للشباب كمان تم الاستعانة ببعض الخريجين من فنون جميلة يساعدوا معانا في عملية التلوين في عملية النحت اليدوي، وعندهم خبرة رائعة. المساحة الكلية للمصنع حوالي 10,000 متر مربع، ويعمل به فنانين وعمال ذو خبرة وكفاءة عالية في المجال، كما أنه مجهز بماكينات تعمل وفقاً لأحدث تكنولوجيا، وبه خطوط إنتاج يدوية ومميكنة لسبك المعادن. المنتج اللي احنا بنطلعه مميز جداً على أي منتج تاني حتى لو هو جاي من الصين مثلاً، لأن هنا الروح تختلف. الصين بيشتغلوا الحاجة النموذج ما فيهوش الروح، هنا الروح المصري بتبقى مسيطرة على الناس كلها. في قسم النحت بنستلم القطع صور بدنا ننفذها على طول، يا اما طين اسوان يا اما جبس. احنا عاملين هنا كذا حاجه بنبدا فيها من اول الطينه، وبعد كده بتدخل مرحله الفينش بقى والتشطيب وكل حاجه، وبعد كده بتدخل مرحله الصب والتلوين، وبعد كده بتطلع قطع شبه الاصلي بالظبط. المصنع يعتبر الاول من نوعه في مصر والشرق الاوسط، وسيساهم في حمايه التراث الثقافي والحضاري المصري مع تحقيق اعلى استفاده من حجم الاقبال المتزايد على شراء نماذج الاثار المصريه. ايا القاضي، الحياه اليوم.